صدمة كبير في التحديث القادم راح يكون عندك في بيت حقك، يعني بيت حقك تسويها في داخل اللعبة. وقبل أكمل الفيديو راح أعلمكم التحديث القادم راح يكون في داخل 3 مود، المود الليفيك ومود أرينجل ومود ماريمر، وراح يكون هذا طوفان جهاز جديد في داخل الماريمر. راح يكون هذا طوفان زي طوفان الأقصى. بس كان هذا التسريب الجديد كده كلمتكم في الفيديو هذا في مختصر الفيديو. وتعالوا نكمل المنزل في لعبة ببجي موبايل. ببجي صارت زي فري فاير زي تسمعونني. راح يكونوا في داخل الببجي القادم راح يكونوا فيها هناك مول، يعني مول تشتري منه أشياء لمنزلتك، تشتري منها أغراض زي ثلاجة زي أكلات وزي هذا. راح يكون هناك تركبها زي هذا الأسد وهذا سريلك وهذا حمام وهذا كرسي وهذا كل أشياء راح تقدر تشتريها وتركبها في منزلك. هذا رسميا في التحديث القادم راح يكون هذا رسميا، أنا ما يكلم نفسي في الفيديو، هذا رسميا خبر في التحديث القادم راح يكون عندك منزل حقك. وهذا تعالوا أوريكم، هذا مول راح يكون داخل اللعبة. هذا مول راح يكون تشتريها منه أشياء لبيتك زي هذا أسد زي هذا حيوان الثعلب وهذا زي أشياء أو أي شيء تبغى تشتريها. وهناك موجود واحد كاشير حلو ما شاء الله، تعالوا أوريكم. هذا راح يكون هذا واحد كاشير بنت، هذا ما شاء الله شوف الفيكتور يحبه هذا مرة، هذا بنت كاشير ما شاء الله. وهذا بعدين هذا في سرير بعدين فيكتور نوم وخلاص. شاركها مع التسريبات هذا مع أصدقائك وخلاص.